عبر موقعها على تويتر، جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا تطلق دعوة من نوع جديد توجهت فيها إلى الكوادر الفنية والمختصين في مجال تصنيع السلاح أو تطويره ممن تعذر عليهم الوصول إلى سوريا للقتال. تصنيع أسلحتهم وذخائرهم بأيديهم. جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تنوي بحسب بيانها تصنيع وتطوير سلاح فعال ينقلها إلى مرحلة جديدة في قتالها في سوريا، وتلقي جبهة النصرة باللائمة على المجتمع الدولي وتقصيره بإرسال السلاح إلى الداخل السوري، رغم أن القاصي والداني بات يدرك أن الدول الغربية الداعمة للثورة السورية تمتنع حتى الآن عن تزويد المعارضة المسلحة المتمثلة بالجيش الحر بالسلاح الثقيل باستثناء صواريخ التاو الأمريكية المحدودة العدد، وذلك خشية وقوعها في أيدي جماعات متطرفة بينها النصرة التي أدرجتها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية قبل عامين. غير ذلك تتذرع جبهة النصرة بنقص التسليح وشح في الدعم الدولي لمواجهة النظام السوري، لكن الصراع المشتعل بين مقاتليها وتنظيم داعش المنشق عن القاعدة أخذ مساحة كبيرة من الصراع في سوريا، وهو ما انعكس سلباً على مجريات الثورة في رأي المراقبين. ربا أبو درغم، العربية.